ثلاث حاجات مهمين هي الكفاءة والسرعة والسعر، هما أكتر ثلاث حاجات إحنا بندور عليهم وإحنا بندور يعني بنختار جهاز كات كام. والحقيقة هو اكتمل فيه ثلاث حاجات، ودي كانت معادلة صعبة بالنسبة لأي حد بيدور. ننصح المعامل كلها بأنهم يلجأوا للشغل الديجيتال، لأنه اللي عاوز يستمر في المجال لازم يعني يكمل بالشغل الديجيتال، وطبعا بالتالي لازم ننصحهم بالبي سي رام، لأنه هو بيكمل لهم المعادلة كلها اللي هم بيدوروا عليها وهم بيختاروا. والحقيقة هم عندهم فريق كامل يعني بيعمل الخدمة كاملة، من أول بتوع السيلز اللي ماسكين المبيعات حتى ما تأخروش في الرد على سؤال، وانا كان لسه كان سؤال على فيسبوك يعني. والحقيقه برضو من يعني كل الفنيين اول ما بتلجأ لهم في سؤال بيردوا عليك في الوقت على طول في نفس الوقت.